السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بس جديد. البس ده صراحة حابة أخاطب، يعني يوسفني إن أنا أقول إنها فئة الشباب. انتشر موضوع الضغوط النفسية اللي بتيجي على الشباب والضغوط الحياتية وحاجات كثيرة جدا جدا تسبب لك ضغط نفسي. مش حد في حياتنا على فكرة ما عندوش ضغط نفسي، ما عندوش ضغوط اتعرض ليها، أذى، حزن، خذلان، سواء من اللي حواليه أو من الصحاب أو من الأهل أو أي حد قريب منه. حابة أتكلم النهاردة إزاي ممكن نتخلص من موضوع الضغط النفسي أو الأذى اللي ممكن يسبب لك حاجة زي كده. خلينا في البداية نسمي الله كده ونصلي على رسول الله. ان انا هقول كلام مهم وكلام انا حابة ان هو يصل لعقلك وتستوعبه ويصل لقلبك. لما اتعرض لأذى ونتعرض لضغط ونتعرض لخذلان، هي الحياة كده. يعني لازم يكون الاول في مفهوم ان الحياة ابتلاء. صحيح مش 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 مكتوب في الحال احنا حد هيبهدلنا وحد هيأذينا وحد هيخذلنا، لكن هي دي الحياة. لازم تبقى فاهم ابتلاء ايا كان بقى. انا ممكن يجي لي ابتلاء خذلان، انت ممكن يجي لك ابتلاء اذى تعرضت له، انت يجي لك كسره قلب، يعني ايا كان انت تعرضت لخذلان وضغط نفسي خنقك وحاسس انك مخنوق وحزين ومش عارف تعمل ايه. اول حاجه اعترف، ركزوا معايا في الخطوه اللي اقولها واكتبوا ورايا، اعترف ان عندك المشاعر دي. مجرد انك انت تعترف بحاجه زي كده انا حطيت اول خطوه على الطريق. رقم 2، عبر عن المشاعر. مش عبر عن مشاعر الغضب روح نكسر مش عارفه اروح اعمل ايه، واحده تقول لك انا بجيب الاطباق والفناجين، لا 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 لا. عبر عن مشاعر. فاكرين اداه التعبير عن المشاعر مربع المشاعر؟ انا في انهي خانه؟ ها انا في مربع الغضب ولا في الاستياء ولا انا خلاص فعلا تقوقعت على نفسي؟ ودي حاجه كارثه جدا على فكره. فمجرد ان انا اعرف اعبر عن المشاعر. رقم 3، لازم اروح لخبير ثقه مؤتمن، حد له خبره يساعدني ان انا اقول كلام ويساعدني ان انا اطلع المشاعر اللي جوايا واعرف افندها وانفس عنها صح واخد خطوات للنجاح او للخروج من الحفره النفسيه اللي انا حاطط نفسي فيها. مهم جدا يكون حد خبير ثقه مؤتمن اتكلم معاه، طبيب نفسي، طبيبه، حد معالج سلوكي، حد تقدر تفتح له قلبك وتتكلم معاه. ما ينفعش انك انت تكتم. انا بقول اهو رابع خطوه ودي مهمه جدا، خطوة ان انا اوعى تلوم نفسك. اوعى تلوم نفسك على امر انت لك ذنب فيه، مالكش ذنب فيها الدنيا كده. يعني بنقول مثلا ده احنا هنعمل ايه في الدنيا غير ان احنا نجرب فنكتشف فنفشل فنقع فنعرف معادن الناس فيجي الموقف يعرفني صاحب العدو من الحبيب. يعني انا مش عايزاك تلوم نفسك. ما تلومش نفسك على امر او ظرف او ضغط حياتي انت فيه اتعرضت له، وتفضل بقى تجلد في زادك تجلد في زادك تجلد في زادك وما تعرفش تطلع بره الحفره العميقه السوداء اللي انت حاطط دماغك فيها. ما تلومش نفسك، لكن حط اسباب وايه اللي حصل وكان ممكن اتجنب الامر ده ازاي وكان ممكن اعمل، يعني اكتب الامور دي. رقم 5 ودي مهمه جدا جدا، ادعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يبصرك. اكيد الطبيب هيديك او المعالج هيديك خطوات تمشي عليها على الاقل. انا بقول اهو 3 ل 6 شهور بس في ايه؟ مش في المشكله الكبيره. المشكله الكبيره ودي الخطوه رقم 6 اللي احنا بنقسم 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 بنقسم. ادي لنفسك فرصه ان تشوف خطوات العلاج اثرها من 3 ل 6 شهور، اي تعديل سلوك او غرس سلوك او تغيير من نمط من 3 ل 6 شهور. انا بقول لك اهو. فانت اكتب الحاجات دي والكتابه بتساعدك. الناس اللي بتحب تكتب، الناس بتحب تعبر بتسجل لها مثلا في صوت، في ناس تحب تسمع صوتها او تعبر على اللي جواها، او في ناس تحب تكتب. اكتب وقسم المشكله الكبيره ها لمجموعه من الخطوات او المشاكل الصغيره. دي ممكن نحلها الاول، لا دي ممكن، لا المعامله دي انا هقطعها، لا المعامله دي انا هعمل فيها. مهم جدا الامر ده جدا. موضوع يقول لك مارس رياضه، في ناس تقول لك لا مش عايزه امارس رياضه، مش عايزه، امشي بلاش تمارس رياضه، امشي وفكر في الكلام او الخطوات اللي الطبيب المعالج قال لك عليها وامشي عليها او اسمع الفيديو بتاعنا. ودي لنفسك امشي اتفرج على خضره، اتفرج على سماء، امشي على بحر، الكلام ده مهم جدا. الخطوه رقم 7 اللجوء لله سبحانه وتعالى.
اسمعوا كلامي، يعني ان احنا نستعين بربنا يبصرنا، ان احنا نستعين ونستمد قوتنا والاستعانة بربنا سبحانه وتعالى، نقول له يا رب نجحنا في الاختبار اللي انت اللي احنا حطينا فيه، يا رب انا اتخذلت وعندي ضغط نفسي رهيب، يا رب طلعني من اللي انا فيه، لكن بشرط ما تكونش لوحدي، انا ليا حال ومناجاة وصلاة وركعتين مع ربنا وبلجأ لربنا، وان الخطوات اللي باخدها اللي اسمها ايه، اللي اسمها اخدم الاسباب، الخطوات ديت تعني يا رب ان انا اكمل، وتعني يا رب ان انا اعمل واستفيد بيها بقى. تنفعني بالاسباب، لان هو رب الاسباب ينفعك بيها وينفعك، والاول يسببها لك والاخر ينفعك بيها، اهم حاجه ان ربنا ينفعنا بيها. الخطوه رقم 8 والاخيره، وبالله عليكم اسمعوا مني كويس، انا قلت لك اوعى تكون لوحدك وبلاش العزله، واوعى كل لوحدك تاني وبلاش العزله، خلي حواليك الصحبه، مش الصحبه اللي بتحب تعرف مشاكلك وتبقى فرحانه فيك، ومش الناس المؤذيه، ولا الناس اللي علاقتها بينا سامه وبتسمم لنا حياتنا او تقول لنا كلمه، لا لا لا، اختار الصحبه اللي انت ترتاح معاها. في ناس يا جماعه، ناس كل واحد فيه كده، في ناس انت بتبقى حابب تقعد معاهم، انت بتبقى مبسوط، لا قلنا اتكلمنا عليهم امبارح، الناس الطيبه دي اللي لا بتتكلف معاها ولا بتحس انك انت مخنوق او انا هفتح معاها الموضوع، لا لا لا، اختار الصحبه اللي بتريحك ايا كان، حتى ولو مجرد ان انتوا هتروحوا مشوار تاخدوا ايس كريم وترجعوا، هتروحوا تتمشوا مش عارفه فين وترجعوا، ان شاء الله ما تتكلموش، بس اختار خليك في جو يساعدك على الامر ده. موضوع الضغوط النفسيه موضوع صعبه، وعامل زي الوحش الاسود اللي جاي عليك في غرفه ضلمه وعايز يلتهيك، ما تسيبش نفسك كده، وبعدين نروح نتعالج من مستشفيات وادمان وحالات نفسيه واكتئاب حاد وادويه بتقعد بالسنين، لا احنا بايدينا الخطوات، واول ما تلاقي نفسك مخنوق مش قادر انا مضغوط، اعمل الثمان خطوات اللي انا قلت لك عليهم، كللهم بالدعاء، وانا كمان ندعي لك، كل اللي بيسمع الفيديو ده يدعي لكل واحد يا جماعه عنده ضغط نفسي، عنده ضغط حياتي، ان ربنا سبحانه وتعالى يا رب يكرمه بالخير ويبصره بالخير، ويا رب يوفقه لطريق الصح ولطريق الخير والشفاء والعلاج، ناخد بالاسباب وبعدين ندعي رب الاسباب. جزاكم الله خير، والسلام عليكم.